يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كذب أو شك في بعض علامات الساعة هل يكون كافرا أم أن الكفر خاص بمن كذب بوقوع يوم القيامة؟ إذا كذب بالأحاديث الصحيحة أو بالآيات القرآنية، إذا كذب بالأدلة الصحيحة متعمدا فهو كافر، أما إذا كان متأولا ولا الحديث ما صح فهذا له عذر أو شيء من العذر. نعم.